نبدأ جولتنا من مختارات الأعمدة والمقالات من أخيرة الجريدة، ونقرأ للكاتب طه مدثر من زاويته ما وراء الكلمات، والتي جاءت اليوم تحت عنوان إما أن نغير أو تغير سلوكك أو الرحيل. ابتدر زاويته: أي نوع من البشر هؤلاء؟ الكوز هو نوع من البشر لديه تبريرات جاهزة ومعلبة لكل جريمة ارتكبها دون أن يبدي أسفاً وندماً على ذلك. والكوز التاريخي الضليع الدكتور نافع علي نافع، وفي محاكمة مدبري انقلاب 30 من يونيو 1989 ضبطته كاميرا تلفزيون وهو يرفع علامة النصر بل يضحك. فهل شارك نافع في ثورة ديسمبر المباركة وإحنا ما عارفين؟ وأي نوع من البشر هؤلاء؟ ومضى الكاتب: الفرق بين الذباب الإلكتروني والذباب المنزلي أن الأخير له وردية واحدة نهارية فقط، أما الذباب الإلكتروني فهو يعمل على مدار 24 ساعة، والذباب المنزلي يمكن القضاء عليه بالمبيدات والوصفات البلدية، ولكن الذباب الإلكتروني كلما حاولت القضاء عليه ينطلق والحجة وبالحجة والأدلة والبراهين، وكلما ازدادت هجوما وازداد سفاها. والذباب المنزلي يعني قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: في جناحيه الداء والدواء، أما الذباب الإلكتروني فهو يحمل الداء فقط. قاتل الله الذباب الإلكتروني، وتحديدا الذي عمل له سوى النيل الذي لا عمل له سوى النيل من ثورة ديسمبر المباركة ومن الثوار والثائرات. ومضى في الخواتيم قائلا: ليست الكورونا وحدها هي أسوأ أمراض عصرنا الحاضر، بل الأسوأ من ذلك هو شعور أي إنسان بأنه غير مرغوب في بقائه ومنبوذ من الغالبية ومكروه من الكثيرين، وعليه يغير سلوكه أو يرحل. ولكن من شب على شيء شاب عليه، وسلوكه لن يتغير بين عشية وعشية وضحاها. وختم قائلا: إذن الأفضل له أن يرحل بكرامة البليلة، وإذا تمادى في ضلاله فربما غدا لن يجد الحصحاص الذي في آخر البليلة.